طب ايه النصيحة اللي احنا عايزين نقولها يا جماعة؟ اللي هيروح حتى لو لاعب بيحب النادي، حتى لو لاعب لعب جوه النادي الاهلي، حتى لو واحد من كباتن النادي الاهلي، اللي هيروح يروح يشجع، لكن اللي راح يصور سيلفي واللي رايح يشيت في المدرج واللي راح ينام ما يروحش. سيب واحد زميلك تاني اديله التذكره، قول له انا عارفك انت بتشجع اكتر مني، روح روح اقف جنب الاهلي لان انا مش هقدر اشجع، خليك امين حتى مع نفسك، لان ما ينفعش كل سنه اوصل للمكانه دي وممكن اخرج. السنه دي عاملين شغل محترم، كان في تحدي عند ناس كتير اللي خلاص الاهلي خرج من الترجي، والترجي فرقه قويه جدا وتنظيميا جوه الملعب، وعندها اقوى خط وسط ملعب في البطوله، واكتر فرقه بتلعب كوره اللمسه واللمسه ولعبه، والكوره الحديثه اللي هي ما فيهاش الطمع او فيها الفرديه، لا فيها الكره الحديثه اللمسه واللمسه ولعبه وتحركات بسرعه، تعبوا النادي الاهلي في جزء، لكن لعيبه الاهلي كانوا رجاله. راهنا على روح النادي الاهلي، راهنا على رجوله اللعيبه، راهنا على طريقه اللعب للكابتن حسام، وقلنا هو حسام البدري اللي كسب الترجي هناك في 2012 ورجع لنا بالكاس. ده كل ده قلناه. فدورنا التوعيه لجماهيرنا، خلاص انا اثق فيكم في المدرج جدا، لكن مش عايز يا رب يشجعوا، يا رب ده الوقت قوم فرقتك وهي واقعه فنيا، ما هو ما فيش حد بيلعب 90 دقيقه ضغط ضغط، ما فيش حد بيعمل كده. فدور الجماهير اللي راح يتصور، اتصور بقى بالليل كده بعد الماتش وربنا كرمنا بقى، وانت بتحتفل اتصور، وانت بتعمل اي حاجه، لكن وانت في الماتش الكل يشجع، الكل يقود المدرج، الكل كبوهات، الكل وليد ازارو ده لو ابتدى الكل ينادي وليد ويلف المدرج للناس كلها، احنا معاك. فده كلام مهم جدا، وده كلام مهم لجماهيرنا.